ما استحسن الحكم على شيء ظاهر، لا بالعكس أنا استحسن، لكن أقول على قولهم لا ترخيلها العناء، لا تجعلها هي الصورة الحقيقية. أنا من الناس اللي على قولهم أحط صورة شفافة للشخص، أدخل معه من المواقف ومن السوالف، وبعض الناس تعرفه من كلمتين، تجلس معه جالسة خمس دقائق تعرف وش عقليته وش فكره. والله ما أدري صراحة، ما أدري إيش بيحكم على ناسي، بس ما أدري كذا واحد شافني من أول مرة قال كنت أتوقع أنك متكبر صراحة، بس طلعت يعني إنسان عسل. ما أدري عادي جامل ولا صادق. لا أنا ما حكم على الإنسان من ظاهره، وما حكم عليه. أحياناً في إشارات عاد، في إشارات يعني تبين لك مثلاً إنه الرجل هذا مثلاً وش فكره أو وش توجهه، أو يعني من لبسه، من شكله، من يتضح لي نوعاً ما. بس لما يتكلم أدري يعني. أنت مجبور أصلاً على إنك تحكم في يعني علاقتك بالرجال بناء على تعاملهم، هذا تربطني به كذا، فأنا أتعامل معه بناء على هذا الشيء. ماني مجبور أقعد أحكم وأحلل شخصيته، وهذا يبدو أن شخصيته كذا، وهذا يريد الإساءة ولا يريد، خل الحكم بعدين، إذا جاء موقف يستوجب الحكم أحكم.